كان له دائما وابدا لمسات مميزه. رحبوا معي بساعه رجل الاعمال الاستاذ وليد المصري. بدايه مساء الخير. مساء الخيرات يا اهلا وسهلا. استاذ وليد، بعيدا عن القابل ونعرف الساده المشاهدين اكثر، مين هو وليد المصري وبدايه انطلاقه حياته العمليه كيف كانت؟ وليد المصري خريج كلية فنون جميلة، طبعا سوري جنسية، إنه بالبلد تقريبا شي 30 سنة. بلشت انطلاقة حياتي كجرافيك ديزاين وانتيريور ديزاين، واشتغلت بهالمجال إلى أن بعدين فتنا بمجال الطباعة والأدفرتايزين، كمان كفينا فيهم وفتحت شركة بومبون. خبرنا أكثر عن شركة بومبون، كيف كانت انطلاقة هذه الجميلة لهذه الشركة المرموقة وكيف أبرز خدماتها كانت؟ شركة بومبون بلشناها بأنا ومدامتي، طبعا اثنين. أكيد ما بعرف شيء لسه مع مجال الكوش أو اللي بيقولوا عليه، بس لأنه بطبيعة الحال دارس مهندس ديكور وعمارة، فكانت مجالي بالأركيتكت، يعني أكتر شيء كديزاين لتصميم الكوشي هو أركيتكت ومشورد يعني. وشوي شوي بلشت تكبر، يعني صار في اثنين وثلاثة إلى أن وصلنا لتقريبا شيء 45 شخص بالشركة. وهي شركة بومبون كيف بلشت شوي شوي تنطلع فيها. طبعا بلشت مرتي استلمتها وبعدين كبر الشغل ومنافسة صارت كبيرة يعني بهالمجال، فاضطريت انه فوت معه وكبرها اكثر. طبعا استاذ وليد، لو تخبريني انا اكثر عن هذه الانطلاقة، عن ابرز الخدمات بعد هذه الانطلاقة الجميلة التي جعلت هذه الشركة في تقدم اكثر واكثر. اكيد هلا مثل ما قلت لك، كانت بداية هي شيء اسمه كوشي، اوكي، سيت اب للاعراس. شوي شوي طبعا صرت اتطور انه شوف شغلات مميزه اكثر بيتطلبوها. شوي شوي صار في تصوير، صار في اضاءه، صار في كراسي، صار في طاولات ورد، وهذا كله صرت جيب الشخص المناسب المكان المناسب طبعا ونكبر الشركه على اساسها. مميز فيها انه طبعا اللي انا عم جيبهم كانوا فيري بروفيشنال، متعلمين دارسين، ونفس الوقت عم ندرس ككونسبت. كانت الشغلة مش عبطا يعني شلون ما كان هذا، فكان المميز فيها انه نعمل هالكونسبت هذا مثل الف ليله وليله مثلا، او قريب يعني مثل اريبيان نايت يعني، او كيلوباترا او هيك شيء. ونتمتع بالشغله لانه الشغله الصغيره كنا نساويها يعني كماك اب مثل هون موجودين اللي تشوفهم، ماكيتات صغيره وبتلاقيها بعدين قدامك بشكل كبير بنفس الشيء. طبعا هذا شغله ممتعه، هذا اللي بيميزنا انه نتمتع بالشغل مش ماديا اكثر ما هو ننبسط فيه. جميل. أكيد. اللمسة المميزة، اللمسة الخاصة التي جعلت شركة بومبون مميزة عن باقي الشركات المنافسة. هلا بصراحة أنا كل شيء بشتغله بإيدي. الفرق بيني وبين غيري إنه أنا برسوم، أنا بحكي مع الزبون، أنا بحكي مع النجار، أنا بصمم الماك أب كامل بشكل موجود، يعني تقريبا 80% من الشغل هو كل شيء بإيدي. فالتميز انه مش عم بعطيها لمين مكان ويلا ساووا الشغله او اعملوها، فكل شيء لازم اعملها وارسمها وادرسها بشكل مضبوط، السيفتي، كيف النسب والتناسب وكل هالشغلات هذول. فاكيد هذا ميزني عن غيري يعني عن بقيه الشركات، انه ونفس الوقت عم انبسط يعني على هو دراستي طبقتها بهالمجال ايضا. We'll be right back.
عليهم خاصة في ترتيب المؤتمرات ترتيب الحفلات كيف بقول؟ إيه هلا أكيد هلا أنا حكيت على حالي إنه أنا كل شيء بس لا هو بالنهاية في شيء اسمه تيم. مزبوط. وهذا التيم بدك تنقيه أنت بكل واحد مميز بشغلته أكيد مثلي هن كمان شاطرين يعني الجماعة. فتقول على مهندس إضاءة طبعا مهندس إضاءة يعني زلمة مهندس وعارفان شغلته وفي كثير مهندسين بس في اللي منيح وفي اللي مش منيح نجارين نفس الشيء الحفارين تبع الكارفر هدول اللي بيشتغلوا على الستايروفوم فالشغلة المميزة إنه أنا نقيت الجروب اللي أنا بدي اللي مرتاح معه وسمارت طبعا ذكي فهمان بتنفيذ الشغل على حسب اللي أنا بدي إياه بالضبط فكمان هي من الشغلات المميزة والجروب يعني مثل ما قلت لك مع بعض كلياتنا بيحبوا شغلهم وشاطرين وده السبب يعني ناجحين بالشغل الحمد لله يعني. جميل. رؤيتك المستقبلية أستاذ وليد بعد هذا النجاح الباهر إلى أين سوف تكون؟ أوكي رؤيتي المستقبلية والله بصراحة يعني بفكر انه انا مستقبلا انه حابب يكون عندي قاعه افراح مستلمه بشكل كامل انا اللي اعمل ديكور فيها انا اللي اشتغل فيها اوكي بايدي كل شيء اللي ساوي على الضبط اوكي ف وهذا اللي كنا عم نسعى عليه انه نساوي هالشغله هي وان شاء الله بتصير يعني هيدا اللي ان شاء الله تعالى. طبعا طبعا استاذ وليد الان لو توجهنا اكثر الى الجانب الوطني وهو جانب بدايه لكل نجاح انسان هو جانب الامارات العربيه المتحده. الامارات وفرت لنا يسمى بنعمه لولا الامان لولا هذه النعمه الموجوده هنا اكيد نعمه لانه الامان ماذا تعني لك؟ طبعا هذا كل شيء كل ازدهار بلد هو فيه امان وامن بدونه نحن ولا شيء اكيد يعني هلا وهذا شغلي بتشهد فيها يعني الامارات انه الامن والامان موجود لها سبب موجودين صرنا هلا 32 سنه يعني فيها ما تحركنا يمكن حتى الاجازات قليله يعني فموجودين هون طول الوقت. ما هي رساله الشكوى توجهها الى شيوخ وحكام الامارات على ما وفروه لنا من نعمه امن وامان وبيئه الاستثمار الناجح؟ هلا مثل ما قلت الامن والامان هو شغله كثير رهيبه يعني عند بيطلبها كل شخص وبيحاول يروح للمكان المناسب اللي هو فيه امن وامان. بنشكرهم طبعا احنا فضلهم كثير علينا اولادنا ولدوا هون ودرسوا هون وراح يتخرجوا من هون كمان فلولاهم احنا ولا شيء. في نهاية برنامجنا أستاذ وليد كل شخص له إنسان مهم بحياته كلمة شكرا عبر برنامجنا وعبر قناتنا مين تحكيها؟ أنا والله بحكيها لأستاذي أستاذي اللي هو دكتور طريف الحسيني اللي هو علمني كل شيء من الصفر يعني طبعا وشجعني وعلمني الصبر كثير ايه وكيف بلش بقى اشتغل بهالهذا وطبعا انا هذا بحترمه كثير لنهايه عمري طبعا لولا طبعا ما بكفي بهالمجال ولا بشتغل بهالمجال ولا بعمل شيء. صحيح. طبعا استاذ وليد في نهايه برنامجنا انا بتشكرك لانه انت احد الكفاءات الموجوده في الامارات من الاشخاص نفتخر دائما وابدا بوجودهم بيننا وهم اعمده هذا الوطن. تسلم يا رب. شكرا لك استاذ وليد. حبيبي. صوت